لي موسيقى، بدنا شوية موسيقى شباب بالستوديو كمان حتى يكون عنا هيك شوية انترين. صباح الخير مشاهدينا، هابي فالنتاينز داي للجميع. إذا كنتوا عم بتعيدوا اليوم بدنا نعمل أرانجمون لعيد فالنتاين. بدي أشكر قبل ما أبدأ هوم إيديال، وبدي أشكر كمان فلور أدونيس على هالزهور وعلى هالأرانجمون من فوق يلي عملنا إياها جورج، وأنا رح كفيها. أنا هيدي ما كنت قدرت عملتها، بس هيدي بشكل قلب إذا شايفين كيف. أوكي، وفكرة كتير مهضومة اليوم. بدنا نستعمل البيض، جبنا بيض كسرناهم غسلناهم بالأوتجافيل أكيد تميز الخو، واليوم بدنا نلزق بيض على هالأرانجمون ونرجع نحط فيهم زهور. يلا رح فرجيكم كيف. شفتها مهضومة الفكرة، قلت ليش لا، خلينا نعملها اليوم. هذي بدها تعذبني يا شادي، شو بنعمل؟ انت بتقبل انه تعذبني بيضة؟ ولا بهالشكل منتابع. Voilà. Il est très chimie. Voilà. هلا اكيد عم بعملهم بسرعه، هلا بدي بلش حط فيهم زهور وراء. فكرة كتير بسيطة مهضومة. انت ما لزقت منيح ولا فولا. بعد بدي كم وحدة رجع
عم بسمع دعسات حذروا مين اجى عندي عم بسمع حذر هاي ستيفاني صباح الخير شو هالشي الموضوع؟ شفتي؟ فكرة بسيطة هي لمين عملتيها إلي؟ إيه إليك هلا بدك تاخديها معك على البيت شو مهضومة الفكرة؟ مهضومة ليكو كيف طلعت هذا كأنه قلب ال إيه قلب مع البيض كثير مهضومة جبنا البيض كسرنا البيض وبعدين غسلناهم بالأجافيل أكيدة تميز نخو اليوم أغلى شيء بيكون الورد الورد صح اليوم وإذا بدنا كمان فينا نلزق جبت لك لعبة هيدي بدك تمسكيها من تحت إيديك مسقعين ولا سخنين أوكي مسقعين أوكي شو بيصير ليكي كيف طلع ليكي لا لا لفوق ليه حمية من تحت إيه عم تطلع من تحت كمان مسكي. من تحت امسكها هيك اوكي بس تسخن بيطلع ايه مزبوط شو مهضومه عم بتعبي عم عبي ليكور عم نعبي ليكور هي شو ببين اذا بتحبي او لا لا هيدي لعبه بعد بدنا نلزق كم شغله هون لوف شو بيخترعوا اشياء كيف هي بتطلع مثلا شفتي بحب حدا يجي يفسر لي اياها الحراره حراره حراره الحب حراره الحب حراره ايديكي كله احمر غسلتيهم بشو البيض تميز الجافيل وجافيل اوكي صابون وجافيل اول شيء صابون حتين وجافيل بدل ما بيزنخوا بعدين وبعدين نبلش نتفنن حتى الملاقط عليهم ديكور كل شيء مينيموم على فالنتاينز داي كمينة عنا كوكسينيل بورت بونير الكوكسينيل بورت بونير الكوكسينيل صح أحلى الحشرات الكوكسينيل صح شو مهضومين بدي لزق كم كوكسينيل هلا هيدي الارانجمون بدنا نحطها بنص الطاوله شو اسمها بالعربي كوكسينيل ستيفاني؟ اه حلو هاي السؤال عم تساليني الي؟ يلا اللي بيحذر بيربح هاي قصدا عم بسالك الي ليش بتعرفي الجواب؟ ايه طبعا اه برافو ولا ما كنت سالت انا قلت كعيت بدي احط كم كوكسينيل بفتكر صار فيني اشتغل عند بيع زهور اكيد عم يجيك اوفرز كمان عم يجيني اوفرز كمان اليوم لكن قلتي لي بيتزا بولدان بيتزا شفت قصص قلوب اه شفتي شيء شفت شيء بيتزا قلب بيتزا قلب لنشوف هلا مارون شو رح كيف رح يتفنن وشو رح يحضر ولا كثير بسيطة قصتنا عجبتك 1 بليون رايزنج الحديث؟ مهضومة في سمارت موب ليلة بأسواق بيروت صح 6:30 حلو واحد يحضر هيك شيء يكون موجود أنا رح جرب روح وأنا رح جرب أنا روح أنا شوي هيدا بحب كل شيء دافع عن حقوق المرأة دافع عن حقوق المرأة عم بعملها عم بتقنها هيك إذا إجوا ضيوف إذا سألوك مين عمل لك هالأرانجمون نقول ستيفاني طلع لي دعاية في اسمك بالنص ستيفاني ما فيك تعملك في مكان شو لكن
وفي انت بتاعك كمان ما فينا اعطيك شيء. مهضوم هالارانجمنت طلع كثير مهضوم هيك الشيء الهول. كله روج روج كله روج. ولا بعد رحت هون اليوم جوفنا بيناتنا رح يكونوا عماد ابي هيلا وقليم برومانا ستيفاني. رح نحكي كمان عن إيستواغ دامور كثير مهضومة قصة الحب اللي جمعتهم. ايه وبدهم يجوا بدنا نعزمهم على تيستينج كمان اكيد. ولا خلصت الارانجمون مبروك كثير حلو. نحن بعد البريك ستيفاني رح نرجع لعندي على بلوك نوت وضيفي هو البانتر فيكتور حداد اللي عامل بمعرض رح يستمر لغايه اسبوع تقريبا كل تاريخ لبنان. صور لوحات بتمثل تاريخ لبنان. حدا عنده بريكي شباب؟ ولعت ورا. ليكو كيف بتضوي من تحت هيدي؟ شو مهضومه؟ بدنا نطفي الادويه تتفرجينا. بيني فوالا. هابي فالنتاينز داي للجميع. بريك بريك ومنتابع.